عسلمة ومرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله رمضان تعطيكم بيتي كما حبيتوه. نهاية رمضان تتزامن مع نهاية الكوبرنيكات نتاعنا وبداية الكوبرنيكس 5، واليوم جيت باش نحكي لكم على المستجدات نتاع الكوبرنيكس 5 وين نلقاو الفريكونس اف بريفي بور فام. الاف كيما عودناكم اللي لحقتهم ياسر حلوة وياسر مزيانة، أما السبيسيال في الاف بريفي اليوم اللي هي فيها نوت اللي تتبدل من بول بول، معناها انت الريحه اللي باش تخرج عليك انت مش كيما باش تخرج على اي عبد اخر، باش تكون سبيسيال يونيك بالبارفان تاعك. الاف بريفي متكونه من فريكونس دو 50 ml او دو بارفان 50 ml و لي بور لو كور بارفيمي دو 150 ml. كيما تعرفوا اي روتين دو سوار لازم نبداو بالبوم ديفا، هذيك علاش حضرناكم 3 برودوي نجمو نبداو بيهم الروتين نتاعنا. عندنا تونيك بالبو دو روز رافريشيسون وين نظفيرة البشرة، وعندنا زادا دو اوتخو برودوي لي هما على باز دو فيتامين بو، عندنا الاوميسالير وجليف زايد على التونيك خاصية انهم ينحيو المكياج. بعد ما عملنا الايتاب 1 نتعداو للايتاب 2 من الروتين دو سوار تاعنا اللي نلقاو فيهم 4 كريم. عندنا دو كريم، واحدة دو جور واحدة دو نوي، اللي من ايفنتون بالكومبلكس دو فيتامين اللي يوحدو لون البشرة، وعندنا الكريم هذيا اللي هي بالويل دو ماكاداميا للبشرة الجافة، وعندنا الكريم هذيا بالفيتامين دو للبشرة العادية. توا نتعداو للافونتاج سان بلوس نتاعنا اللي نلقاو فيه هويل برونزونت بروتكتريس على خاطر فيه اس بي اف 15. دونك وقت قاعدين نعملو في البرونزاج نتاعنا نجمو نحميو البشرة فرد وقت. الويل هذايا فيها فيتامين أ والويل دو نوا دو كوكو اللي ريحتو مزيانة برشا خاصة في الصيف. الزيت هذايا إفي نون كولون ونجمو نعملو في الوجه وفي البدن الكل، ونجمو زادا نعملو بيه على خاطر ووتر بروف. كيما تعرفو توا جايين على الصيف وبرشا عباد ينجم المكياج نتاعهم يتأثر بالطقس هذايا اللي نحنا فيه. دونك كل ما لازمكم هو فيكساتور دو مكياج تخدموا بيه المكياج نتاعكم باش تقعد كيما انتي محليك سهريه كامله. هذوما كانوا مستجداتنا نتاع كومباني 5 اللي تبدا من لو 1 ماي وتوفى اخر الشهر. ان شاء الله يكونوا عجبوكم المستجدات نتاعنا، وان شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حنين الف خير.